صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 22 لسنة 2019 بإنشاء مركز الطاقة المستدامة، جاء فيه أنه ينشأ مركز يسمى مركز الطاقة المستدامة ويتبع مجلس الوزراء ويخضع لإشراف وزير شؤون الكهرباء والماء، ويهدف إلى تقديم الدعم الفني للجهات المعنية في مجال المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة بشتى أنواعها، فضلا عن رفع كفاءة استخداماتها وتطويرها وتحقيق التزويد الآمن منها والتشجيع على الاستثمار فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.